موجود ولا مشيت؟ ها ايه السحرة دي كلها؟ ها؟ ده الواحد لو خد له هنا بتاع قيرتين ثلاثة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملاليم. اه والله واحتمال تتعمل كيمباوند، تتعمل فيها كيمباوند. ما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال يا يا نضار يا قطاع يا قطاع؟ شمالك ايها الاشوح، شمالك ايها الاشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله انا كنت اريد ان انا اذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب الى هذا المكان الموحش؟ يا حج يا حج يا حج ارجوك ارجوك هتوصل اليك. انا جاي في على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وارض، فقول لي بقى بالراحه كده عشان خاطر انت كمان نفس داخل وعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لا. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قل لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لو بصراحة بصراحة باين عليك إن الخربشة والحركات أوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد؟ طب وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم احياء لانهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله والله كلك بركه يا حاج، كلك بركه. مش عارف اقول لك ايه، ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوته صغيره آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك، أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تأذي يا رجل وتثرثر. يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين، ده أنتوا ده أنتوا مخلصين على الثراثير اللي في الجبل كلها. قول لي أبوس إيدك إذا كنت أنت موجود وكائن حي قدامي، وإذا كان في بني آدم يعني، كيف أذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قولي أنا أذهب هنيك، أذهب هنيك بين الجبلين، كيفك؟ ما دمت مصر أيوة سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوة. ثم تنحرف يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم إلى أعلى. ثم إلى أسفل. ثم يمينا. ثم يسارا. ثم إلى أعلى. ثم إلى أسفل. وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت ابويا بسط، ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة. يلا اجري ده. لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عماه 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 مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبيو؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا للانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. خفضتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم
فلن ينجو بأي حال من الأحوال من الرمال المتحركة. وألم باه وألم باه، قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. يا نهار اسود، انا هعمل ايه؟ الراجل ده، الراجل ده عايش اول الخيمه، ده بيسوق الخيمه ولا ايه؟ ايه المطوى فين؟ المطوى. تخيل تخيل امي في المطوى. ياه دندي، دول الرجال في قبيله مستنياك. عشان عليك اروح. يا خيمه ما جابتش الراجل، وتخيب فيها في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعالى يا عم الحاج، طول عمر الرجل. اوعى يا عم الحاج. من أنت يا رجل؟ ومن أي قبيلة أتيت؟ أنت من يا؟ أنت من كفار الرحاب ولا مدلش علينا؟ إيه حياة؟ كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان أفرجك إن الأشرم في الأشرم منه، وأنا جاي النهاردة بوكس، أنا هشرم أمك النهاردة. لن تنجو بفعلتك هذه أبداً. يا بطل صياع يا بقى يا. بطل صياع، تعمل لي فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي. جالك اللمبي، اللمبي اللي ينزل الايجار ولا تطفي له نار، وامك في العش ولا طار يا. انت مجنون؟ انا لا افهم ما تقول. اقول لك انني ابلطج عليك الان، وانت الان عبد لي، ومن حقي ان انا اقبلك من بوعك. لا لا لا، انا لست امراه وهذا كل ما املك. أيوة. ارجوك صدقني. أيوة. سيع يا سيع يا عليا يا سيع. انا بص انا هاخد بعضي ها، واجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول انت عارفهم، لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها وياكل هو واولاده. هم يا جمل هتفهم؟ لا لا لا، الا كفار قريش، الا كفار قريش، انهم اشرار. ما انت كمان اشر من الشريرين يا. لا لا، انا لست شريرا، ما هي الا سمعه. انا رجل صالح صالح. حسد الزبيبة الأحسن، بس ده نعنية أنها مش عارف أشوف من الزبيبة. والتقوى الله أكبر عليك. هما كلمتين وردي غطاهم، هقولهم لك في ودنك. ممكن تقترب؟ أريد. تعال تعال. انتظر لحظة، لحظة واحدة. أبويا لا تسلمني إلى آل قريش، إنهم أشرار، ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال تعال أرجوك، تعال أنقذني مما أنا فيه. أنا حسيبك بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على أساس إن أنا أقولهم إن أنا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل. هذا الخاتم. تفضل تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. واحد اثنين ثلاثة، اجري جري. تفضل. يلا تفضل. يلا تفضل. انت لسه هنا؟ اجري، انا اجري، سأذهب ولن اعود الى مرة اخرى.
المياتر والعطشان وطفي نار القربان. أجمل الفحش والفجر. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله، الصدر صدر فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه، إنه رجل. إيه عمو؟ الله، كانت فين الكبيرة دي كلها لما حدفتونا عند الأشرم هناك؟ ككبش في ده يعني. إيه، فاكرني عروس النيل أنا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه اهو دليل ان انا قتلته. مرحى الاشرم ده لما ثبته. اللعنه عليك ايها الليمبي، طب لك خيتني اجد من يخلصني منك. ثق بانك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. ايه يا عم؟ ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا افهمك. غزوه يعني حطوا له السكينه في كله في كلاوي. لا عم، قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المن في المفرق الاخير. حقا، اين الكنز؟ لقد قلت انك ستعترف في النزعه الاخير وانت الان تموت. اين الكنز؟ ايوه كده، حاسسني ان انت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش، هيا بنا الى بيت بني هريسه. هيا 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 هيا. لن أترك حبلنا في مكانك. أنت بقى. ويلو. عايز مية؟ هات كوباية مية. سأحضر القربة. القربة؟ أنت هتسقي جمل بعود الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل تقعد؟ عايز لسه هتعرف معلومات؟ ده أنت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوباية. أريده. إيه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء وإحنا قاعدين قاعدة تستولد. أريده. أيوه. أريد شربة خمر معتق. شربة خمر معتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى؟ خليني أخلص بقى. أوه.
ايه ايه عم الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 يا بنت العلامة العلامة خلاص الكل العلامة سكر سكر الندى المفتاح ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة الكنز؟ إذن هيا بنا هيا بنا لا هيا يلا هنودة هيا السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ لا مكان وفاشا إنه يفرفر بالداخل يا سيدي إذن فقد قال لك عن مكان الكنز أشر إنه قال لي على مكان الكنز إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب إن عمي هريسة يفرفر بجانب الكنز هيا إلى الداخل أسرع لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب وألماز ويقوت ومدخل خش خش جوه هيا نوفين دي بعد وقتي ديانا ديانا اقري بس اقري بس يا إلهي يا إلهي لقد هربوا بالسر وضع الكنز طبا طبا ماذا أفعل الآن ماذا أفعل ابحثوا عنه في كل مكان لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه اخرقوا دمروا خربوا لا تتركوا امرأة على قيد الحياة شردوا الأطفال وإن وجدتموه اقتلوه هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائما تعجبني لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز انظر إلي هل رأيت رجلاً مسرعاً مر من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن الليمبي هل تعرف الليمبي؟ الليمبي اسم عجيب عجيب وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله إنه قوض سديد سديد ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلخ جلده إذن اذهبوا إلى أبي ذهب إنه أكثركم وساخة إنه رجل أبلة وهكذا زوجته هيا بنا هيا بنا نبحث هيا إجل جبتني؟ ما يعجبني فيك دهائك اعطني قبضة في الحنك لمبي نحن في المتواضع اجري حلمي ماذا نفعل الان لمبي اقول لك على حاجه الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرق لا يوجد مكان اخر انا تخبي انا اشك في هذا الباب
هذا الباب، لكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي؟ المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ المفتاح. المفتاح. المفتاح ده. لا تزعلي مني يا هند، لا خبيت امك يا زيتون. هو جاب الغدار كده ليه؟ وايه اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك يا انت مساعن. انت مساعن يا سيدي. مش فاهم حنان. مع السلامة عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمة بتعمل غير بقولك والنبي. احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوطية، انا شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد في المريوطية يا اما في نصر الدين يا اما في زفت اللبن. صح ولا ايه؟ انا مش فاهم منك حنان. مش فاهم منك حنان. ايه انت يا ابني ده؟ هنا. انت بتكلمني انا؟ انت افندي ما يا مسياحكو. ايه؟ افندي ما مسياحكو انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقولك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيدة زينب، يعني اركب ميكروباص منين؟ ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر بعيد، امشي على طول هتاخد القصر، بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقولك انا اروح السيده زينب ازاي، من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ انت من حمار. انا على ابن حمار؟ يا جدع ما بلاش اللي تعرف. انت من حمار. يا جدع انت من حمار وستين حمار والله عذاب بايدي في زرك اطلعلك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج؟ انا بقولك اروح السيده زينب ازاي؟ ما انا بقولك يا جدع من حمار يا تاخد يا جدع اجري بقى بلاش غلاوه بقى. يوديك يا عم. انت بتطلع علمك عليا ولا ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، بروح ازاي؟ خدي معاك على طول يا اخي. انا على ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محرق الدنيا. محرق الدنيا دي كلها. يا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا. حبيبي تسلم الباشا. حبيبي شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي بهرست ويا افندم ويا ايه. مش فاهم انا انت ايه. ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرست ويا افندم. يا راجل ده جدد انت تحت. شنى معاي شنى معاي ربنا بلي وشنى معاي ولي شنى معاي. ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ يا نهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجة منه خالص. ده طلع أعمى في الآخر. قعدت من جنبي وبيجري. أيي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 ي
عايز اروح دلوقتي السيده زينب اروح ازاي؟ خدي معاك يا اخي انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محو ام الدنيا. محو ام الدنيا دي كلها. يا انا ربنا شايفك بقى انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا. حبيبي تسلم يا باشا. حبيبي شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي هرست ويا اسد ويا ايه مش فاهم انا انت ايه؟ ايه ده؟ مش فاهم انت ايه مش هرست ويا اسد. يا راجل اجري من تحت. ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ النهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر. قعدت من جنبي وبيجري.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم في ركبك. ما انا في حزة الطابور اهو يا حضرة العمدي، بس انت اللي محمل علي. وانت يا سلغندور، انت يا اخوي اصلب طولك شوية. ما هو دي اللي ربنا قدرك عليه يا عمدي، ماني واقف اهو صلب عودي زي الشجرة الميتة. اعمل ايه تاني يا ناس؟ اهدى يا قلب، بطل ولولة زي النسوان يا واد عيب، اخرس بقى، هاني عايز مصلحتك، لا، اقف ارفع راسك لفوق، وإياك تخاف الموت. طب ما تيجي تقف معانا في الطابور يا عمدي، وارفع راسك لفوق، وتبقى مثل يحتذى به. ايه؟ طب ومين بقى هيراعي نسوانكم وعيالكم؟ ليكوا من هنا غيري، أبوك العمدي. ما هو دي اللي مصبرنا على الموت يا عمدة. دي والله ده مصبرنا على الموت، بس خصمك النبي يا شيخ، وصيتي ليك عيالي، مرتي وعيالي أمانة في رقبتك. مش مرتك وعيالك بس يا ولد، بنسوان وعيال البلد كله أمانة في رقبتي. هو ده اللي أدرك عليه ربنا يا عمدي؟ يا دي عبيط افهم، الإنجليز دول لازم نسبك عليهم الدور، يعزلنينا يعني مسلمين وراضيين، لكن اللي في القلب في القلب، وفي الأول وفي الآخر ده نصيب وحكم القدر. حكم الإنجليز واللي بيوالسوهم يا عمدي. الله في سماه، لولاكش داخل على موته أني كنت موتتك بإيدي وخناتك. وادي علوان، شوف الزفت الكلب ده. ما توقف عدل يا جدع انت، وخلي عندك نخوة، احترم الدقيقتين اللي فاضلين لك من عمرك. هو حتى كمان الموت بقى فيه مليطه؟ لا 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 يا علوان، لا بالراحه عليه، ده راجل ده حبيبني وبيننا وبينه عيش وملح. قلبك كبير يا حضره العمده، وصدرك كله حنيه. اعمل ايه يا سخنه؟ ما هم كلهم ولادي. بشراكم بشراكم أهل دنشواي، أحب أبشركم الليلة إنها ليلة هني وفرح وسرور، وعلى الله كده يكون كل واحد فيكم فائح حمومة محترمة ومعتبرة ومتعطر. ليه؟ لأن البياتة اللي لاقي حتكون مع حور العين، دي مكتوبة لكم، مع إن أنتوا ما تستحقوهاش، لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في كرم الله الذي ليس له حدود؟ أنتم محاظيظ، أنتم لكم كل الفضل والخير في هذه الليلة. ماذا أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل،
حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. مساء الخير. هو المطرود ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله عشان كده بقى. ايوه ايه استنى عندنا زغاريد بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا. ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما انتوا شعب بصوا انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك لو ده طابور انتخابات حتى ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب اللوك كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هتسيب امك النهارده ما تقول لي. ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه وعملوه وحبكوها جامد. يا ايوه ده الفيلم ده بتاع مين طيب؟ بتاع يوسف جاهين؟ فين؟ انت عبيط يا جدع انت؟ يا اخي يا اخي هنتشنق هنتشنق. الانجليز ولاد الكلب افتكرونا من الصوار. قام هيشنقوني. عارف عارف الطابور ده كلاته؟ هيموتوا مشنوقين. يا عيني. وانت معاني. لا والله. خمار انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجعي الطابور يا خماره يا كلبه. لا لا اصحى بقى. مش الذنب اللي يتقالوا خماره. كمان انا بدقلك عشان خاطر واجب الضيافه، انما الكلبه دي انا ممكن اروح لك مضابه. المفتاح والباب والخماره والانجليز. بس عرفت انا نزلت فين؟ بس خلي بالك خلي بالك انتوا مش هتقعدوا كتير، ها؟ اتعمل عليكم ثلاث افلام، الذكوريه وبين الاسران والمهلبيه. لحظه واحده. امسكتوا الخماره دي لازم تتشنق. يا عم حماره مين بقى؟ اصحى يا عبد الحاج اصحى للنادى يا بلدنا السياده. انا بص دي بص طلع ما فيش اوعى يا دي لازم تموت اول واحده. اصحى للنادى سخونه خش عليها. انا النادى اللي ما بيعرفش الحاجات دي. بصيت اتفرجوا يا رجاله. وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمسح على خطاه ونقلله كل اللي بيعمله كمان. أكيد مجنون. هو حد يستجري يطول على سيادنا الإنجليز غير المجانين؟ بس الواد ده أنا خايف لا يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عم ده طلع زعيم بحق وحقيقي. هاني أقول لك إحنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار والإنجليز أكيد مش هيسكتوا. نقف إحنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمدة حكيم. امال ايه يا ولد؟ هو عمدتنا دي اي عمدة؟ ده عمدة مطرح ما ترش دقلي. وانا هدقلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا يلا بينا. يلا Yeah.
ازاي؟ حررنا من الفرنجة الهنجان! حرر رجالة قريتنا! قرية دون شوية العريقة! سيسجل اسمه بحروف من نور في التاريخ! عاش الزعيم! عاش الزعيم! عاش الزعيم! الله يخليكم اخواتي! اخواتي في الفلاحين! اوعوا حد يقولكم اقفوا طابور تاني! اوعوا حد يقولكم ان انتوا تسكتوا على حاجة وما تعملوهاش! اوعوا بنعلم في الدنيا يمشي كلمتوا عليكم! احنا صوتنا من نفخنا! صوتنا منين؟ من نفخنا! ان ما حد يزقكم على غلط انتوا مش عايزين تعملوه! لا! لان احنا خلاص النهاردة يوم الاستقلال! النهاردة يوم الجلال! كفاية بقى! مصر شالت فوق طاقتها ناس كتير! الحقوها قبل ما يروح الفطير! وتحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! نموت نموت ولا احيا عندنا! وهيسا! هيسا! 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 عندنا عرسة! يا بنت طويل، هواني كل ما الاقي راجل تطلعوا لي كده زي ما كنت وابي؟ يلا كيش حدي وهي يلا بقى كيش ماشي فكيه يلا يا بنت غوري غوري اختصر الرجاله طلع امك بتخد زي ما قلت لك بقى نعمل كده اسمع رجاله ايوه احنا هنروح نحوط على البلد كلها ايوه عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول الاولى يلا بينا يلا بينا يا رجاله يلا بينا شفتك وانت بتوزعي البنات صحباتك يعني متوسعه سكه كده عشان انت معجبه بيا يعني حسيت انك معجبه بيا فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر شويه سن سخنطاته كده اوفر يعني ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين اول لبحي في ايه؟ غراب بين اول لبحي لبحه يا الله قصدك من اول لبخه انا يعني الرزبه اللي ورا دي بس يا بيت بقولك ايه نبي عسل انا اللي عايز اقولك ان انت عسل نكرر اه يعني خيوب علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من جوي والله القلب بقى هنا دلوقتي بين سعد بشاك حدف يا بيت يبين؟ ده اسم حراط التلاتة اللي ورا دول، ايه دول؟ يوه طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية؟ لا، هو تقول على نفسك خدامة لقد خلقتنا أمهاتنا في بطنها إحرازا وانت من الإحراز يا أتوح أنا عارفة اسمك النبي؟ ايوه طب أنا اسمي ايه؟ سليبي ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي يعني انا حد بيقول لي سليبي يعني ها اوباليه النبي عسل لا انا اسمي الليمبي لا بقدرش لازم اقول لك سليبي بقدرش اقول لك ليبي سليبي عشان انت مهذبه ايوه هتقول سليبي بدل ليبي ايوه كده طب ما تيجي ده بص عندي نزاي ده غلس قوي ايوه بس يا بنت توهي ده غلس قوي ايوه تعالى مفيش هنا اي كفى شوب كفى شوب او انزا رجل في كوسه شاب او في زنجر رجل تقصد دروه دروه ليه وانا عليا احكام ولا ايه بس ماشي دروه يعني وراه يا الله والتبديل يا سليبي سليبي
من التوحيد والنور. والنبي عندك حق، عشان كده وحدتني ونورتني. قال لي قولي، هو فين كفر التوحيد والنور دي؟ في مصر. مصر؟ اه مصر بالدنيا. مصر بالدنيا؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسة؟ هريسة؟ ايه، عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون نوكر زيهم. زي مين؟ زي الناس اللي عبالها تضرب فيه ليل ونهار. تضرب فيه ليه؟ قال ايه؟ يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب لحد. الكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ ده يعني بستلف بالده فده. ايوه. وبالده اردب قبح وبالده بطين. ده بستلف بني بليب. اشترى بيه حلوة طحيني. بلين؟ ايوه. بليم وجاب لي حلاوة عينيا؟ ايوه. ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه. امال ايه؟ واخد الكنز حجي قال ايه؟ لبى يظهر الكنز هيسدد، واخد بغلبه فيه نزلوا فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه، عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. وعليه كان عشان خاطر يتعني. ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بانه تلاقيه مديون بش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه؟ 50؟ واضح ان الباب المره دي رماني عند محمد ابو سويد. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا لا لا، بلاش سليبي دي بقى، يعني ارفع الكلفت. ها ارفع الكلفت بيني وبينك كده، وشيل السين وخلي لبي بس، عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش. ما اقدرش. انت سليبي وهتفضل سليبي. يا بنت ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز من اساسه؟ ايوه يا بت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بت بقى ايوه بقول لك في كنز، خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. الدنيا شغالة هنا. كان صحيح حكاية الكنز يا ولاد؟ ايه يا بت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير، ها؟ ونروح نجيب الكنز وناخده انا وانت بقى. بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي بقينا دي. عيش يا بت هنغنغك. بصي هلبسك لؤلؤ في المصحف هتاكلي اكل بقى. بس انت يلا خديني هناك. استبان هاجي معاك. انا لا فضلي عيل ولا تقيل. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني، من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده تانيه اسمها هند. وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت. دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا دول مش اخوات، ده يعني حاجه هبقول لك انا عليها في القريب اللي هنستعجل يعني. عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليكي. الا قولي يا سليبي. ايوه. هو انت بتدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش. درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سليبي، لبسك كده غريب، الجلابية والعبابة والجزبة. واضح ان اصل ده موضوع انا هيطول شرحه، فانا ايه عايز بس لان معلش ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. ايه؟ اني هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ ايوه. متفهم ايه بقابك دي يا فتحية؟ على فكرة انت لازم تعملي الحنية هتخرصي، لازم يحصل فتحة في اي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع ده. تكسبنيش يا سليبي. يا بنت انت تكرهتيني في السلبات. عاش زعمي. الناس دول عاش زعمي. الناس بترحب بك يا سليبي، انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم، جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. يا ايها الزعيم لقد حررتنا. يا
واكرمتني صلاح الدين بعث من جديد صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين والزعيم حررنا من الانجليز العين لا ترى سواك والقلب لا يعشق الاك النهارده جمعه ولا ايه النهارده عيد ولازم نحتفل بيك ايوه دخلتك بس انا حصلنا عندنا مشوار كده يعني وفي بقنا عايز انطرهم كده مع القطه يعني. ابدا والله لازم نحتفل بيك ايوه زي ما اتفقنا يا رجاله ايوه احنا هناخد الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمده ايوه لازم نحتفل بيه امال ايه احيا مصر احيا مصر نموت نموت ويحيى الليمبي نموت نموت ويحيى الليمبي ادي المصريين الاحراز ايوه المصريين الاحراز ايوه وخذوا كل ولدنا من بطنات امهاتنا احرازا ايوه من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور والسبعه دي هي اللي احنا عايزينها لانهم خذوهم ضيع هم دول اللي ينفعوا في الثوره ايوه صحيح مش كده ولا ايه؟ لازم نتكلم في حاجه زي كده ونتكلم في المرتبات بتاعتنا احسن ما نسكتش على 15 قرش بس ابدا لازم يبقى مش اقل من 35 لتر ايوه طبعا احنا مش المفروض كده امال ايه؟ انظروا للحنفيه أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش ترعة؟ مفيش ترعة ناشفة؟ الترعة جفت؟ يعني أنا لازم نجيب مية وترعة أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت طبعاً واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح يعني يلي على الترعة حول على المالح 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 بقي بيوجعني انا لسه بيوجعني بقي بيوجعني من مشي امبارح اه رجلي بتوجعني بقي بيوجعني تقول يا زعيمني واحنا كلنا وراك ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا نهتف بكل اللغات هنهتف هنهتف بكل اللغات هنهتف هنهتف بكل اللغات هنهتف هنهتف بكل اللغات هنهتف هنهتف بكل اللغات هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ معلش كلام وده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لا ومش كده وبس تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان طين بلدنا يتحط على دماغنا. مفيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ ما تستناش الناس كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويشيلكم من قلب الجلوط ما يصحش طبعا طبعا يلا بنت اجرمش لا لا عايز ايه يا بنت انا فتحي ايه ده فتحي طب بس مش كده طب اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر عايز اطور من الطينه ايوه ايوه واجب اطور من الطينه احنا مستنيين والله زعيم ايوه يلا يلا وعهد الله زعيم ايوه انت بالذات تجي عشان تاخد فلوس في التهزيق الله يكرمك بس مع الف سلامه تعالى يا بنت ايه عايز ايه خد يا سيلبي الحاجات دي سيلبي والحاجات ايه ده ده لبس جدي قبل ما تتهزوا الجابوسي جاموسة؟ ده ايه بولة عيس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقية ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟
بتعمل بيهم ايه؟ آه. طب ده انت لازم ولابد تتغندر وتبنجي قدام اهل البلد كلمه اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه بلاه زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك صحيح. وراء كل رجل من عظيم لحنية. الله يا سيلبي. أيوه. هي إيه اللحبية دي؟ عم تقولي لحبية لحبية شكلك بتعكسني. يا بنت هو أنا شديد بك إلا اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع فين؟ سابع؟ سابع إيه؟ سبعت؟ أيوه أيوه سابع. سابع إيه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بك قد إيه؟ رأس وبغنى وبزيكة. أيوة. احنا نقعد نزغط بزغطهم. طبعا هوا بقى وهو وتريت تريت تريت هوبا ايريتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيطة البنت دي ولا ايه؟ بدل كنا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل. ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا رافع راسنا. ايوه يا رافع راسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. ايوه ايوه يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير الهدوم دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار العمده غير هناك. لا 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 العمده لا. انا عايز حته تانيه مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعت الغفير هناك. بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير ال كده. لا لا مش من مقامك. يلا يلا. لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى. لا زعيم الا انت. عندي بدل تسقيل قوي. حبيبنا حبيبنا يا بطل. حبيبنا 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 حبيب البلد كلها. الله يخليك والله. حبيب البلد دي كلها والله. الله يخليك يا بطل. يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي ملى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغل العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب انا كده دي الخدمه الشريفه. البطل ده ما يقعد على جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله احمد هيبنا بقى. سهل على شيلك شيل. خبريه يا اخوي. خبريه هو احنا يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. قول يا بطل. قول يا حبيب. قول يا مشرفنا. والله لا 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 والله البطل ده ما يقعد الا في حال. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك. الله يخليك يا رب. البيض يا بنت. البيض يا بنت. البيض والذبايح والهبر والطعميه. انا ما بحبش العجه يا عمده. ده احنا نذبح لك نعام. نعام الله يربينا ينعم عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر. انا احبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر انا. ما بحبش اللي بتطلع بتقول ايه شكلها كده. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بين. ايوه الرقص والمزاج والسهرانه. دول يا مزيكي.
ابو مامون خليك يا شيخنا منور الفي الشيخ ابنيك ده يا جدع ده خليك يا ولد شفت جلابيت جدك حاسس انه روحه لبساني انت بص انت ما العلاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك يا عسل بموت فيك وكمان ناوي على البت اللي زي لهطه القشطه دي لا كله اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني عاتب والله والله عاتب عايز اشوفك بعد الكنيف تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف مالك بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا وليه؟ رزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري ايه؟ هي مين دي الحلوه يعني؟ الليلة يا عمده ايوه الليلة الله يحزك يا ميه تدري ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم طيب يا عمده يا اهلا يا زعيم اهلا بك يا عمدتنا منور والله الله يخليك الله يخليك والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل ببي يعني ايه ببي يا زعيم ايه يعني ايه ببي يا زعيم ببي يعني انا عايز اروح الكنيف عارفين الكنيف يعني انتوا بتعملوا ببي خلاص وصلت عرفت دي عايز اعمل الحمام يعني حمام أيوة. يا أيوة. فتحيه يا فتحيه انت يا بنت يا فتحيه وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس أيوة. الحمام ها ايوه انا الزعيم رايح الكنيف الزعيم حيخش الكنيف اتفضل بعد اذنكم يا رجاله اتفضل يا زعيم وادي يا حلوان امر يا عمده هريسه متامن يا ولد امان الامان يا عمده حط بطنك بطيخه صيفي طب ورجتك ده يا فم منور يا جناب المأمور أمال يا حضرة العمدة هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور دول قولي الأمر برضو قولي الأمر أيوة يا شيخنا لحنية يا فتحية أنا أطلع لهارسة إزاي هقول لك أيوة. بس خلي بالك بالديانة دبانة دبانة في كتفي هيسرقوه ولا ايه؟ دبانة ايه يا سليبي الديانة؟ الديانة بتربصين له في كل حتة خليك بستحرص ايوه خليني بستحرص ايه؟ شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم السلب اهو ده من جنبه ده ايوه هتطلع في بين في شبال ايوه في بين ده في شبال في فوق في تحت في بطلة في البين في شبال في فوق يلا في تحت يلا فتحي يلا وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول قولي بقى لازمي تاني ايه عمدة يعني ولا خيال مقاتل اصبر بس يا عمدة الصبر حلو وكل وقت وله أداة واللمبي دي تصريفته معاني السلام عليكم مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة يا ريس أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني أنت جيت لأراك يا هالي إيه ده؟ إيه على روحك الفتح إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام
انت عارف انت خلاص هي طارت منك ولا ايه؟ ده انا الليمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ لان احنا برضو بلد الجدعانه والرجوله والادب. الليمبي مش سيدة زينب وعارف يعني ايه الاصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وبين المبيع بينا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ صابك يا جنت الشباب فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامي لدبح جدي ووزع على البلد كليته. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي يفوق اهو. الكنز 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 الكنز. سليبي اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلامة. تمام، ده انا دغدغكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز ان انا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليب. انا هتضربوا معاك لو اوريك انت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ ولا فاكر يا فتحية، ولا فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقة مع حد فرديته بالبنية. انت احنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحية انا ولا حاجة؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحية. صدقي اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي حنيه كده وودن يعني بينه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت جاي؟ ايه يا اخويا خضيت ودهديت؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخد بالك بزي يا عم. استنى، انت ما مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظة فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغفش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوه وكبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخاطر بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغت، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله اللي ضربني انا. ايوه دماغك كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتاد،
وإن كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز راني هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة، اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. واني هعمل ايه بالعقل؟ انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدي، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس انت هلا حط بلغة في بقك. احنا يا عمدة جربنا معاها الشدة كتير وياما، يعني كانت عملت حاجة؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمدي الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمه؟ ايوه حكمه. اخرس انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص. احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خاف يا نغه، افتح الباب يا شيخ. يلا يا شيخ.